السلام عليكم حبيباتي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال يا رمضان يا رب، ورمضان كريم، وجلسوا في دياركم. طيب طاجين، وهذا الطاجين عملت البصله والطماطم طوماطيش والمعدنوس والزيت، تقلى في الطاجين. دابا غنمشي الدجاج، غسلته بالماء بارد والخل والملح والجنجر سكينجبر، خليته هكذاك شي 10 دقائق في الماء، وبعد عاودت غسلته بالماء عادي. اوكي، دابا غنجي نعمل البهارات، لقامه بهارات للدجاج، لقامه للدجاج. اوكي، عندي بابريكا، فلفله حمراء، عندي كركم، سكينجبر، وعنعمل راس الملعقه الصغيره من القرفه، وانا عندي هذا كما كتشوفوا بحال هكذا غنعمل، اذا ما عندكمش نتوما هذا ما تعدلوش. غنعمل شويه بلاك بابر ابزار، وغنعمل شويه جينجر سكينجبر، غنعمل الخلطه هنايا والملح فقط، غنعمل قطيره الحامض، ليمونه معصره، ليمونه معصره باش تقدروا تخلطوا هاد العناصر مع بعضها. عملت الخلطه ديالي، خلطوها فريطة وندهنوا بها الدجاج. غنستمر بهذه الطريقه هذه ومسته في الطاجين. هانتوما كتشوفوا بحال هكذا، الماء ما عملتش الماء، وانما غير ديك الطاسه غسلتها شويه، غسلت ديك الطويصه اللي كانت عندي فيها البهارات لقامه، غسلتها بالماء غير شويه، يعني جوج المعالق ديال الماء اللي غسلت بهم هذيك الطاسه وعملتها هنايا فقط، هو غيطلق الماء ديالو. شوفوا هو كيطلق الماء على نار هاديه، وغنغطيه وصافي، وعلى نار هاديه ممكن يطيب على ساعه ونص، المهم غنخليه بحال هكذا. هذا هو الطاجين ديالي، شفتوا كيفاش مشحر ولا محمر؟ شفتوا كيفاش؟ هذا هو الطاجين، وعملت حتى الكريب معاه. حتى الكريب هذا هو عمرته بالحشوة، كنحط لكم مؤخرا واحد الحشوة دجاج، هي هذيك اللي عملتها جا مزيانة صراحة، الطويجين ديالنا.